صباح الخير، صباح النور على كل متابعينا من جديد. اليوم بدي أعطيكم بعض التمارينات اللي ممكن تسووها بالبيت. بالنسبة للناس اللي ما عندهم وقت إنه يروحوا على الجيم أو حتى إنه ما عندك وقت بالبيت، هاي التمارينات ما تاخد كتير من وقتك، نص ساعة باليوم أو حتى ممكن تعمليها أربع مرات بالأسبوع، رح تلاقي نتيجة وتعملي نحت لجسمك وتعملي شيب حلو للجسم. نبلش بشوية إحماء لأنه خاصة بدنا نرفع أوزان، سو بدنا نعمل شوية إحماء لنلين المفاصل مشان نبعد على أي إصابة. اوكي، ناخذ من هالشكل، واحد، ايدينا الاثنين يطلعوا مع بعض في نفس الوقت، نطلع مره اجر يمين يسار على جنب، ما ننسى نتنفس. انا راح اعمل لكم الاحماء بشكل سريع لانه احنا مربوطين بوقت، بس انتم يفضل انه الاحماء تبعكم يكون 7 دقائق او 10 دقائق، خاصه للناس اللي ما يعملوا كثير رياضه. من هون ممكن ناخذ 1 2 برافو، ننزل. هلا نعمل الإحماء للجزء السفلي، ننزل سكوات ونطلع. برافو، نفتح شوي إجرينا ونروح على اليمين. 1 2 نغير، 1 2 هون بنكون عم بنلين المفاصل ونعطي مسافة أكثر منشان لو لعبنا سكوات. برافو، عمل 1 2 لورا. اوكي، انا رح بلش بالتمارينات، بس مثل ما قلت لكم خلي خذوا وقتكم شويه بالاحماء. رح نبلش باول تمرين عنا اليوم، رح اعملكم مثل ما قلت لكم لانه ما عندنا كثير وقت بالبيت وبدكم بس تمارينات تكون بسرعه، لهيك رح اعمل تمارينات مركبه، يعني تمارين واحد بيكون بيشتغل اكثر من عضله. اول تمرين عنا بدنا نعمل اللانجز، بس بنفس الوقت رح نشتغل البايسبس. لما نوصل لهون تطلقي ايديكي ونشغل الاكتاف معها ونرجع ننزل ايدينا لتحت ونرجع ندفع من اول وجديد. لانجس بايسبس، نطلق اب، نرفع اكتافنا على جنب ونرجع نطلع لفوق. لانجس مثل ما قلنا دائما اللانجس اجرينا مش ورا بعض، هيك ما راح نقدر نمسك توازننا، لازم دائما تكون متوازيه. البايسبس تكون مرافقنا ثابته على الجنب ما تتحرك، ننزل ونرفع ايدينا بهالشكل. ايدينا ما تكون كثير مطلوقه لانه كثير مطلوقه رح نضغط على المفاصل، ولا كثير مثنيه، ونرجع ننزلها تحت ونطلع. كل حدا يستعمل الوزن اللي قادر يحمله، يعني ما تكوني عم ترفعي وزن يكون ثقيل عليكي. في هالتمرين لو حسيتي حالك انه في الشولدر عم تعملي هيك، يعني الوزن كثير ثقيل عليكي، سو لازم تخففي. نغير الاجر الثانيه. في الاجر الثانيه رح اقول لكم في ناس ما رح تمسك توازنها كثير في اللانجس وهي واقفه هيك، سو ممكن تحطي ركبه على الارض ونشتغل بعدين البايسبس، ننزل اب اكتاف ونرجع نطلع لفوق. نعيد مع بعض اب. اهم شيء انه لما نكون عم نشتغل الاكتاف يور شست اوت، ظهرك راجع لورا واكتافك لورا، ونرجع ننزل ونطلع. برافو، خلينا نمر لتمارين ثاني. لو في بعض التمارين حابة تخففي الوزن أو تزيد الوزن على حسب قدرة كل حدا. هون بدنا نعمل بدنا نشتغل كمان للإجرين وللظهر، بدنا نعمل ديد ليفت وباك رو. الديد ليفت إجرينا رح تكون مفتوحة على عرض الأكتاف، في باند خفيف بالركبة مش كتير مثنية، ناخذ الحوض لورا، أكتافنا دايما لورا، يور شيست أوت، ونرجع ننزل شوي شوي لتحت. لما نوصل لهي المستوى لفي ايديك بهالشكل واعملي باكرو. الباكرو المرافق تبعنا تروح لورا، رجع ننزل اب ونطلع. مشان نشوف الحركه اكثر حجي على جانب. باند خفيف، حوض لورا، ظهرنا مستقيم، ننزل شوي شوي لتحت. وصلنا لهي المستوى اب، لفي ايديك باكرو لورا. لما تعملي الباكرو ننتبه انه نكون عاملين سكويز منيحة لعضلات الظهر. نرجع ننزل شوي شوي، ما ننسى نتنفس ونرجع نطلع لفوق. ننزل شوي شوي، دايما اكتفنا لورا. خذي وقتك في الحركة وما تسرعي. نرجع ننزل، دايما نكون عم نطلع لقدام اب ونطلع.
بدنا نمر لتمارين بعده اللي هو السكوات. بس السكوات رح نعمله بشكل مختلف، انه رح نكون عم نتحرك فيه مشان نزيد اكثر التحدي عنا. رح نكون ماسكين دمبل بهالشكل، ننتبه الدمبل يكون دائما قريب من جسمك منه بعيد مشان تكوني انت عم تتحكمي فيه. رح ناخذ نجي باطرف المات او اي شيء عندك انت، ونروح نعمل سكوات، نقوم بدنا نمشي للاخر ونرجع اب. السكوات ممكن تنزلي 90 درجة أو 45 درجة على حد كل شخص وقدرتك قديش أنت بتقدري تنزلي. أهم شيء إنه يكون الظهر مستقيم، الركبة ماني فايتة أصابع إجرينا، عم ننزل بشكل صح. آخر مرة. برافو. مر لتمارين ثاني، وهلا رح نجلس شوي على المات. كمان رح نكون عم نشتغل الاجرين والصدر. رح ننام بهالشكل. تاخدي اثنين دمبل بايديك الاثنين، او عندك دمبل واحد ممكن تاخدي واحد بس، حطيه على مستوى الصدر. رح نرفع الحوض لفوق، تثبتي هناك، بعدين نرفع ايدينا لفوق وننزلهم ونرجع ننزل الحوض. نعيد مره ثانيه اب، نرفع ايدينا ونرجع ننزل لتحت. نثبت، نطلع لفوق وننزل. ما ننسى نتنفس. من هون كمان ممكن نمر نشتغل البطن باثنين الدمبل او دمبل واحد. نطلع لفوق، ناخذ نفس ونطلع النفس لفوق. برافو. نمر كمان لتمارين اخير. رح نجلس بهالشكل، نستعمل التنابل هون قدامنا. حط ايدين، الاكتاف دائما فوق الايدين والحوض دائما فوق الكعب. اوكي. رح ناخذ هاي معانا. بدنا نعمل باك رو، بنفس الوقت رح ناخذ الاجر العكس الايدين لفوق بهالشكل. 1. لما نوصل لهالشكل نثبت المرفق ايدينا ونعمل ترايسبس، تطلق ونرجع ونرجع ايدينا واجرينا بنفس الوقت. يعني راح نطلع ايدينا واجرينا بنفس الوقت بهالشكل اب، نعمل سكويز لعضله الظهر من خلف، نطلق ترايسبس ونرجعهم مع بعض. برافو. نعيد نسحب ونرجع. برافو. كل هاي التمارينات ممكن تعمليها 10 مرات، 4 مرات يعني كات سيت، او ممكن تشتغلي 15 مرة و3 مرات. اشتغل اجر الثانية، ايدينا واجرينا يطلعوا بنفس الوقت، بعدين نثبت اجرينا فوق ونعمل ترايسبس ونرجع ننزلهم مع بعض. نرفع، ننتبه انه نكون دائما عم نطلع لتحت، ما عم نرفع رقبتنا لفوق منشان ما نعمل إصابة بالرقبة. نسحب. برافو. برافو. خلينا نعمل تمارين ثانية. بعرف إنه كل خاصة النساء بيعانيوا كتير مشكلة من البطن، لهيك دائما بنفضل إنه نعطيهم أكثر من تمارين على البطن. هاي المرة بعطيهم تمارين لأسفل البطن. ممكن نرفع اجرينا بهالشكل، تكون الزاويه هون 90 درجه وتجيبيها كثير على مستوى الصدر، ونطلقها شوي شوي لتحت، نرجع نجيبها لهون. هون ناخذ النفس، هون نطلع النفس. النفس مهم كثير لما نكون عم نشتغل البطن. هون من هون كمان ممكن لو قدرنا انه نثبت حالنا 10 ثواني بهالمستوى ونرجع نعيد مره ثانيه.
تعالي عهد معي. معك هلا صعب، بشجعك اذا بدك. مين قال النساء عندهم مشكله بالبطن؟ ابدا ابدا ما عندهم مشكله. نساء لانهم ليش عندهم مشكله بالبطن؟ انا بحكي على النساء لانهم بيجيبوا اولاد شيء بعدين يصير عندهم، حتى لو هم مهتمين باكلهم ومهتمين بالرياضه، بس مشكله الجميع بالفعل يعني مشكله انه بعد الولاده لازم نهتم ببطننا اكثر لانه راح تصير عندنا ترهلات. طيب سؤال سريع، النتيجه اللي نحن حابين انه نوصل لها، نوصل لها اسرع اذا زدنا الوزن او اذا زدنا عدد يمكن السيتس كل تمرين؟ شوفي بيختلف. هو لو زدنا الاوزان اكيد راح نلاقي شيب احسن، لانه لو بدنا شيب بدنا نعمل عضل، العضل يتعمل بالوزن. بس في ناس ما قادرين يزيدوا وزن، لهيك بنقول لهم زيدوا العدات على حسب كل حدا. على كل حال امال شكرا جزيلا.